خالد بيب هو معانا دلوقتي على التليفون، طبعا مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يا كابتن خالد، صباح الخير على حضرتك والف مبروك. صباح النور والف مبروك ليكم ولجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي واللعيبه وجهاز كله يعني كله طبعا كل اللي بينتمي للنادي الاهلي ببارك له. طبعا معاكم كابتن احمد فوزي وكريم. حبيبي يا كابتن خالد، منور الدنيا بحالها ومبروك علينا كلنا يا كابتن خالد. الله يبارك فيك ويا رب دايما كل قناه الاهلي كده بتدس افراح لجماهير النادي الاهلي. انا بقول يا كابتن خالد ان احنا وشنا حلو والله، يعني الحمد لله على النادي من ساعه التجديد. يعني من ساعه لما جيت هو الدنيا نورت. الحمد لله الحمد لله. موسم زي الفل والله بصراحه، يعني صراحه بمنتهى الامانه الموسم ده موسم جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي وحتى كمان لقناة النادي الأهلي. يعني بصراحة إطلالة جديدة بقالها فترة، حاجة مختلفة شكل مختلف، واتمنى لكم التوفيق. وطبعا تنورتوا النادي الاهلي، يعني بمس على كريم لسه ما سمعتش صوته. صباح الفل على حضرتك، انا بس سايبكم تتجاذبوا اطراف الحديث وقلت اجل التهنئه بس جه وقتها. مليون مبروك لحضرتك وان شاء الله المزيد من النجاحات الفتره الجايه. مباراه امبارح اتفرجت عليها يعني كامله وانت واقف على رجليك، ولا ايه اللي حصل معاك؟ والله انت عارف يعني هو موسم صعب جدا، واحنا بالنسبه لنا كنا محتاجين ان احنا يعني كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها السنه دي ان احنا يعني نقدر ناخدها. يعني هو ده طمع جمهور النادي الاهلي في لعيبه النادي الاهلي، ولازم تعبته تبقى عارفه كده. امبارح كانت الاعصاب مشدوده بشكل كبير الحقيقه. المباراه كانت جت وخلاص، انت حسيت ان البطوله جت قربت وبعدين ابتدت تروح في الدقائق الاخيره، فطبيعي جدا ان انت بيحصل قلق. ضربات الجزاء دي تبقى يعني طبعا فيها مهاره كبيره الاول عشان بس يعني لازم نتفق على الكلام ده، انما في الاخر ممكن في اي لحظه احسن لعيب في العالم يضيع ضربه جزاء يعني ويخسرك بطوله يعني. واحنا بنكلم حضرتك من شويه شفنا مجموعه لقطات، كابتن احمد وقف عند لقطه منهم اللي كنتوا كلكم واقفين فيها يعني وبتتكلموا مع بعض، بيقول لك اللقطه دي بتعبر عن فكره ان النادي الاهلي اسره واحده وعيله واحده وحتى قائمين عليه، سواء من خلال عضويه مجلس اداره او من خلال ايا كان شكل يعني التواجد في النادي الاهلي، زيكم زينا زيكم زي المشاهدين العاديين واقفين متحفزين مترقبين. فاللقطه دي كابتن احمد وقف عندها كتير، اللي احنا دلوقتي شايفينها حالا على الشاشه. قبل ما تبقى لاعب او مسؤول في النادي الاهلي فانت واحد من جمهور النادي الاهلي. دي حقيقه. فطبعا الصفه دي بتصغى عليك في اي وقت بتنسى انت مين او انت مسؤول ازاي، بس في الاخر ان انت بتبقى واحد من جمهور النادي الاهلي اللي بتعشقه وبتحبه وبتحب ان هو دايما يبقى منتصر. ففي وقت انت ما يعني لازم 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 تبقى جمهور، واحنا كلنا في الفتره اللي فاتت دي محتاجين ان احنا نبقى جمهور النادي الاهلي وجمهور الاهلي. ودايما احنا بنقول الاهلي فوق جميع الاهلاويه. صحيح. فلازم انت في وقت من الاوقات تبقى حاسس ان لازم تاخد البطوله دي. وبعدين احنا بنتكلم في موسم كان صعب جدا والموسم كله هتلغي، وبعد ما الدوري وافريقيا وكاس، فطبعا الكلام ده بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا متعودين عليه في النادي الاهلي وحابينه دايما طول الوقت. ولازم اللعيبه تبقى عارفه، بقولها مره ثانيه، ان جمهور الاهلي طماع وده حقه على فكره. اللي احنا بناخده من جمهور الاهلي ما واحد على مليون من اللي احنا بندوه. ده احنا فوزنا بالتاسعه يا كابتن خالد، بعد كده ليلتها قال لك العشره يا اهلي العشره يا موسيماني، يعني عملنا الثلاثيه قال لك عايزين بقى الخماسيه. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول انا باكد كلامك، وبرده هرجع لنقطه حضرتك بتقول يعني بتتكلم كانك واحد من جمهور الاهلي، بس حضرتك كمان واحد من اللعيبه الكبار قوي. يعني انا شخصيا من الناس اللي بحبك جدا بجد، من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا، ويمكن احنا اتقابلنا في يوم الافتتاح في القناه وانا كنت حريصه اتصور مع حضرتك. فيعني لا بجد في ناس يعني اسمها كبير قوي وما تتنسيش، وحضرتك كمان دلوقتي في قطاع الناشئين فمدير قطاع الناشئين، فهروح بقى معاك لهذا القطاع ونطمن. وبصراحه احنا شايفين برضو يعني في اداء مميز جدا او متميز لهذا القطاع في الاهلي. الحمد لله رب العالمين. طبعا اشكرك على الدقيقتين دول اللي خصصتيهم ليا، ودي حاجه يعني حاجه كويسه جدا اشكرك عليها طبعا. وانا بتمنى لك التوفيق. يعني ماشيين عاملين
دويتو جامد انت وكريم بصراحه، واخدتونا في منطقه ثانيه في الصبح كده، الناس كلها بتبقى بتتفرج، بس انتوا عملتوا جو حلو قوي وبشكركم عليه طبعا، لان انتوا يعني حاجه من النادي الاهلي يعني، حاجه طبعا كويسه ان احنا نبقى متابعين. طبعا قطاع الناشئين يعني الحمد لله احنا كلنا بنكمل بعض، وكان في مجهود كبير اتعمل من خلال الكابتن فتحي والكل اللي كان بيدير قطاع الناشئين على مدار المواسم الاخيره. واحنا وانا كنت جايب فكر في الخطاط بقى لنا فتره من لجنه التخطيط مع الكابتن فتحي مبروك، وانا الحمد لله قدرت ان انا انفذ جزء منه. عندنا احلام كتيره قوي بالنسبه لقطاع الناشئين، الحمد لله السنه دي قدرنا في لعيبه كتير من قطاع الناشئين ابتدت تشارك في الفتره الاخيره مع الفريق الاول. عم بدر، احمد، ومصطفى شوبير، يعني في عندنا كذا لعيب ابتدى يشاركوا، عندنا كذا لعيب من قطاع الناشئين. لا وفخري وشادي رضوان وناس كتير قوي يا خالد يعني. طبعا انا مش عايز انسى حد يعني، ففي لعيبه كتير قوي شاركوا، والحمد لله السنه دي كمان قدرنا في مجموعه لعيبه من قطاع الناشئين كتير ابتدوا يخرجوا للاعاره، وده كمان فكره بنفكر فيها في الفتره الاخيره، ان احنا الاولاد من فتره صغيره السن الصغير ابتدى يبدا يخرج يلعب دوري ممتاز. عندنا لعيبه راحت البنك الاهلي، عندنا لعيبه راحت سموحه، والحمد لله على قد كده احنا لعبنا ثلاث مباريات لغايه دلوقتي في الدوري، 99 كسبنا، 2001 كسبنا امبارح، و2006 كسبنا اول امبارح، فالحمد لله الخطوات ماشيه يعني ماشي. ربنا يوفقنا جميعا كده ان شاء الله، ويوقف هذا القطاع اللي هو ده المستقبل باذن الله في النادي. شكرا ليك جدا يعني كابتن خالد بيبو، شكرا لحضرتك.